السلام عليكم يا اخوان جميعا، كيف حالكم؟ عساكم بخير. رجعتكم اليوم من جديد، واليوم يا اخوان بهذا الفيديو في عندنا اربع عصايا تم اضافتهن امس. طبعا هذول العصايا يا اخوان لا فتحتهن ولا شفتهن ولا اعرف ايش قوه هذول العصايات، هل ترى قويات ضعاف ايش مستواهن؟ يعطينا الكيو باور نقاط يعني تترقن يتمكسن، ما عندي فكره كافيه. راح نشوف كل هذا الاشي ضمن هذا الفيديو، خليكم معنا. لا تنسون ان اللايك، واللي مو مشترك بالقناه اتمنى يشترك، واهم شيء يا اخوان كسبونا الصلاه على النبي وذكر الله، وربي يعزكم جميعا. طبعا يا اخوان مثل ما انتم شايفين العصايات موجودات على قسم الجولدن اسبن، مش اسبن العادي، اسبن الشراء اللي هو باللون الاصفر، هذا اسبن. هذا مثل ما انتم شايفين تم اضافه عصايتين على قسم اليمين وعصايتين على قسم اليسار، هذول هنا طبعا العصايات راح نحصل عليهن عن طريق هذا الدولاب. ما نعرف عاد ايش مدى قوتهن، نحصلهن مباشره يعطونا كنز. اذا طولت القصه احتمال اختصر اجزاء مشان ما يطول عليكم هذا الاشي، تمام. خلينا نقول بسم الله ونضغط اول ضغطه. يلا كنز، تمام. مره اخرى يلا خلينا نشوف. كمان كمان كمان. سكراتش، ما اريد سكراتش، اريد عصايات، اريد ورجعنا كوينز. كمان كوينز كمان، ما بدنا، نريد العصايات. اوكي طبعا معروف نظام اسبن ما بيعطيك المكافأة مباشرة، بدك خير الله يا حتى تحصل عليه، ولكن الغاية بهذا الفيديو حتى تشوفون هذول العصايات بس. يعني يجوز ما احد يمكن يسبن، واسبن هذا عن طريق الشراء تحصل عليه انت، يجوز من البول باس مجانا. فقلنا نسوي هذا الفيديو خليك تشوفون عصايات حتى اي شغلة تكونون موجود داخل هذه اللعبة يكون عندكم اطلاع كامل عليه، تمام. كم عندنا؟ عندنا 121 جولدن سبن وصناديق ايبك. اوكي ايش الحظ هذا يا فيصل؟ بدنا العصايات. شوف والله حتى نفتح هذا الصندوق، خلينا نفتح هذا الصندوق، خلينا نفتح ونشوف. يعني مثل ما انتم شايفين هاي العصا الاولى. اوكي بس تمام ممتاز. غيره حلو بس بس. طيب نرجع. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلينا نشوف كمان مرة أخرى. ممتاز يا رب. حلوة والله هاي العصا، جيدة يعني تتطور. مثل ما انتم شايفين العصايات تتطور، يعني تحصل منها على نقاط للكيو باور. يعني يلي عنده سبن، في ناس يجوز عندها سبن كثير. خلينا نشوف اللي بعده كمان. ممتاز والله والله شيء حلو يا اخوان، عن جد حلوات. طيب كمان يعني هاي بتستفيد منها نقاط الكيو باور هاي العصا، يعني هيك شيء. نقاط الكيو باور اللي هن قائط العصايات يا اخوان من فوق، هذا راح ينزل عليه التحديث فيما بعد. يجوز انت تيجي تقول لي اسمحوا لي دقه خليني اقاطعكم، يجوز تيجي تقول لي يا اخي انا ايش فائدني، ايش فائدني الكيو باور، ما بدي الاطار. صديقي الكريم هاي تطويرات للحساب، ترقى حسابك. اليوم حساب الكيو باور مو مثل حساب الحساب، ومو كيو باور عنده ضعيف. يعني اليوم اذا كان عندك الكيو باور 60 او 80 مو مثل المستوى 40، هيك الدرجات.
خلينا نشوف اول عصا اللي طلعت علينا. والله حلو، شايفين تغيير نظام الدورة. اوكي حلو، هاي شفناه. هاي كمان شفناه. هاي شفناه. احنا في عنا اول عصا اتوقعها قوية، لسه ما شفتها، لازم نشوف. مرة أخرى عندنا أول عصا لازم نشوف. مرة أخرى بس، ممتاز. هالمرة لازم نحصل عليها. يا شفناه، والله حلو يا اخي، 19 من 80. هاي كمان والله ارتفعت. احلى شيء تصير ميكس يا حبيبي القلب. نريد اول عصا خالص، لازم اشوف اول عصا، بدي اشوفها. هاي اول عصا يا اخوان، شايفينها اللي من طرف السهم، اللي الكرة عندها من فوق ذهبية. لازم نشوف وعي العصا نشوف قوته. هو كعاش والله، لك عاش. ها شايفين؟ شايفين يا اخوان؟ قوية العصا عن جد، حلوة العصا هاي يعني. وهي والله يجوز تتطور بسهولة للمكس، فعلا شيء مرتب. النوب كمان حلو، هناخذ لها لقطة. هاي كمان خليني اخذ صندوق اخر اشوف لها ترقية ولا ما لها. جوز طولت عليكم بالفيديو بس ما عليش، خلينا نشوف نحصل على ترقية لها. يلا اذا ناخذ ترقية لها يا هل ترى حبة او حبتين. يلا صندوق 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 صندوق. عاش عاش يا ها، اشتغل يا حظ، اشتغل يا بخت يا سعد. والله حاجتش انتي، صرتي 40. تخيلوا صير مكس يا اخوان، بالله العظيم. خمسة ثلاثين كمان العصر الجديدة. ايش سويتي بين انتي؟ يلا زاد جيدة جيدة، خلاص صير قوية يا اخي، خلاص صير قوية. يلا ولك عاش. إيها هسه زبطت الامور، هسه الامور زبطت. تعرف السياره يا اخوانك تروح مسافه طويله كل ما هاي تحمي اكثر، وهاي عندنا الدولاب كل ما نستهلك كل ما يحمي اكثر. حلو جيد جيد جيد. العصا الجديده يا حبيبي القلب، العصا الجديده هي العصايتين على طول بياخذون ترقيه. يلا كمان مرة أخرى، كمان صندوق ولا كونز؟ صندوق. أقولك والله عاش. صارت 52. حلو أوه 56. هاي العصا بجنب اللي عليها من فوق إشارة ذهبية حلوة.
نرجع مرة أخرى. معلش ملون اليوم، بس أريد أشوف العصا. عاش يلا بالله العصاية جديدة. يا ويلي ما جت البعده، يعني هاي وين تريد توصلها؟ توصل للمكس؟ ما عم تطلع علينا يا شباب. راح اخذ اخر صندوق والبقيه انتوا جزء فهمتوها لوحدكم المواضيع. يعلق معنا صندوق ولا كمان؟ والله بدأ تأخذ خير. الله صنعك، هاي بدأت تتمكس اليوم يا أخوة. هاي العصا بدأت تتمكس معي اليوم. إيش سالفتك؟ الثلاث صناديق طلعت معان. الله المستعان، يعني لزقتي بحظي. اطلع من مخي. يلا اي مره اخرى، مره اخرى. عاش، يعني هم ياخذون منك شويه كنز وشويه صناديق بس بالاخير يعطونك اكثر من مره. الله اروح يا هالعصا. غيري 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 شوي، نشوف العصا هذيك القوية. ايش هالحظ؟ ست صناديق طلعت نفس العصا، ست صناديق. خيو اخر مرة، اخر محاولة. ايش تقولون ولا نكمل؟ بس يا للاسف. بس وهذا اخر صندوق راح افتحه. خلينا 20 قطعة بالحساب، خليهن احتياط. حلوة هاي العصا. كمان حلوة هذيك، ما راح تطلع لنا، ما راح تطلع لنا. كأن على كل الأحوال خلينا تقريبا شي 20 دولاب للأيام الجاية تنزل مهمة أخرى. إشي أنا بس حبيت أشوفكم إنه العصا تطويرتها، وراح يتم اختصار من الفيديو يا إخوان، لأن الفيديو عندي ما شاء الله صار نصور شي 30 دقيقة. راح نختصر أجزاء منهن، نخلي بس الصناديق. اوكي خلينا نفوت اذا على العصايات ونقول بسم الله. دول هن العصاية. اوكي العصا الاولى مرتب، وين العصا الاخرى؟ العصا الاخرى من تحت، العصا الاخرى من تحت. خلينا نطور اذا اول عصا. اوه 170 نقطة لكيو باور، ويلي والله شيء حلو. 170 والله شيء جميل. طيب اللي بعده، حلو حلو جميل جدا. ها اللي بعده، بدأ كمان ترقية أخرى، كمان ترقية أخرى، ده كمان ترقية أخرى، وهاي ترقية كمان أخرى، وراح تصير والله كمان قوية، كمان بدأ ترقية أخرى، حلو، 110 والله شيء جميل يا إخوان، والله عم تعطي نقاط.
يعني بالله العظيم شيء مرتب. شوف قوتها يا اخوان العصا، صارت شايفين قوة العصا؟ والله شيء جميل. طيب هاي العصا الاخرى، هاي كمان مرة أخرى 10 من 71، هاي كمان راح تصير قوية. هاي دبل 6 12 من 61، تمام. أربعة عشر من 49، أوه والله شيء مرتب. كمان 35 من 16، تسعة لها ترقيت يعني. يعني هاي حلوة كمان، تعطيك 75 نقطة للكيو باور، وهاي آخر ترقية لإلها لأنه ما يضل عندي، بدي أنه بأخذ صناديق. تعالى ما أعتقد صارت أقوى حتى من العصا الأولى، صح يا إخوان؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيكم بها هاي العصا؟ عن جد حلوة. خلينا نروح على العصا. إذن هذول شفتوهن يا إخوان الثلاث عصايات، هذول الثلاث عصايات شفتوهن. خلونا نروح على العصا الأولى، هي من تحت يعني ما رح نصلها اليوم، بكرة. ويلي يلا يلا يلا، وصلنا وصلنا، ها عضت كوسايا مثل ما يقولون، مو صحيح؟ تعبت ايدي، لعبت ايدي. وانا هي الله عرفتها انه هاي العصا، بالله توقعتها. طبعا هاي العصا قبل كانه ما لها تطوير، ما تتطور يعني، نفس نمط هاي العصا اللي تحت، نفس نمط العصا الخشبيه، مغيرين محسنين عليهم، مغيرين وضح. اما شيء مرتب، شيء مرتب. طبعا عندنا 116 نقطة لها، خلينا نقول بسم الله تعطينا 15 نقطة للكيو باور. نقطتين نقطتين، والله شيء حلو. يعني تخيل هاي العصا تصير عندك مكس. يعني حتى اللعبة اللي تلعب مقابيل وبد ما راح يصدق انك لاعب نظامي. اوكي شوف لك لعب هاي العصا مكس، راح يقول من وين جاب هاي العصا. اللي بعدها عشرة من 96، سابدها عشرة عشرة. بعدين كمان مرة أخرى 86 على 12، لفل ستة صارت. أربعة وسبعين على 14، لفل سبعة صارت. هذا كثير يعني. ستين على 16، يعني ثلاث ترقيات أو ترقيتين. أربعة وأربعين على 18، وهي اللي في العشرة. وهي آخر ترقية أعتقد 20-26، لأنه ما ظل عندنا بدنا النوب نشتري حتى نقدر نطورها ونمكسها. أعتقد تمكيسها ما يكلف أكثر، ما يكلف كثير. بالأخص هاي العصا تتمكس بسرعة.
فعلا شيء مرتب يا اخوان، فعلا شيء مرتب بالنسبه لهاي العصا وهاي وضعها وتطويرته. يعني تخيل لحق وين وصلت يا شباب، مثل 11 بالله يا سعيد. العب مع واحد بهاي العصا ويشوفها عندي بهاي المستوى وما عنده فكره عن هذا الموضوع، اكيد راح يقول هذا شيء مو طبيعي. وتخيل اذا توصلها الى الف المكس، يعني هذا انا كان عندي تقريبا شيء 120، يعني تقريبا 100 ضربه تقريبا حطينا 100 ضربه وصلنا العصايه لهذا المستوى مثل ما شفتوه ضمن هذا الفيديو. 100 دوره يعني اقصد 100 دولاب تقريبا، يزود او ينقص 5 زائد او ناقص مو اكثر. وهذن العصايات اللي باول ايش. هذول العصايات اللي هم اول ايش. يلا بدنا نوصل. كمان هذول هنا العصايات، اعتقد هاي العصا هي اقوى شيء صار بينات. هاي العصا وهاي العصا حلوه، وهاي العصا كمان حلوه، بس انا شايف هاي، انا شايف هاي اقوى شيء. اوكي هذا كان موضوعنا يا اخوان بهذا الفيديو، هذا هو موضوع العصايات هذول الأربعة، يعني شبه مجانيات، هنا مجانيات يعني عن طريق الجولدن سبين، هم شبه مجانيات عاطينهن للناس، تمام؟ وتمكيسهن مثل ما شفتوا، يعني تخيل العصاية أنا وصلتهن لهذا المستوى 100 ضربة، يزود أو ينقص 5، أعتقد إذا النوب 100 أخرى، أعتقد يتمكسن العصايات هذول. اعتقد يصير لف المكس معك، واذا ما تمكسن انا واثق تماما ثلاث عصايات راح يتمكسن تقريبا بدهن 200 او 250 جولدن اسبن، يعني هيك توقع يعني، تمام. بس حبيت اعطيكم فكره عن هذا الاشي، اللي يحب بده يطور يحب ما يطور، هذا الموضوع عائد لكم، تمام يا عمري. ربي يعزكم جميعا ويسعدكم وين ما كنتم وين ما تكونون، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. كان معكم اخوكم ابو فيصل، لا تنسون تتابعوني على صفحه التيك توك، بدنا تفاعلكم وجودكم، وربي يعزكم جميعا، تمام. بثوثنا كل يوم والمساء باذن الله تعالى، تابع واضغط على الجرس، حطه على الكل ليتصلك اشعارات البث على التيك توك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.